اصدقائي الدراري، صديقاتي الدريات، اليوم جبت لكم اسهل طريقه باش تعيقوا على صحابكم وصحاباتكم. غندير واحد التويشه سميتها لا كورون دو بوم دو تير، ولكن هي في الاصل راهي غاتا. تنشدوا لي بوم دو تير اللي هي بطاطا بيضاء قشروها وتنقطعوها شرائح صغيره بزاف. عرفتوا ديروها هكا تبارك الله، ما عرفتوش حكوها في الحكاكه الغليظه ديال المطيشه، واللي ما عرفش الحكاكه ها هي. نشدوا هادشي كنديروه في زلافه كبيره، الملحه، البزار، الجوزه، ثومه وحده ومقطعه هي هكا، وهادشي كنزيدو عليه قد هكا ديال الزبده دايبه. كرونو هادشي بايدينا، كنشدو مول بحال هذا متقوب من الوسط وكندهنو فيه الزبده. كندهنو الزبده مزيان باش ما تلصقش لينا لا كورون. ودابا كنستفو فيه البيطات، استفو مزيان ما تعكزوش عليها باش يجيكم مزيوق على مزويناتو. كنهربو بهادشي للفران على 180 درجه ساعه ونص، مشعول من الفوق ومن التحت. ودابا ساعه الحقيقه، كنزوقو هادشي بشي لعيبه خضراء، شي لعيبه حمراء، المهم فهمتو.